هاك جديدة واللي هي هاك اللوز باودر مع المي لحتى ناخد كفرج بتعقد. سو خلينا نجربها. أنا جبت معي اللوز باودر وعنا كاسة مي والريشة. لللوز باودر رح استعمل هيدي من عند إيجين. رح حط لوز باودر بقلب المي ورح حط كمية مش قليلة. هذا الشكل اللي صار عنا إياه. طبعاً طلت الدنة بس رح أخذ الريشة رح بلش أخذ كميات منه. ما بعرف حيطلع على وجهي ولا لتس. إن شاء الله تزبط. حس لو أخذ لو في لوز باودر مثلاً بلون بشرتي حس كانت زبطت. بس ما إلا عازم يعني يحط باودر يحط فوندتان. هذا الخليط بشرتي ليكو حبيت اول ما حطيت بس من بعد ما نشف كثير حسيته كيكي لانه اصلا ما انه فوندتان هيدا يعني مش شغلته بس خاص بالقوه نطلع هاكس انا احط شيء محل شيء ما حبيت ابدا كانه حتى تبشور على وجهي بليز مش اي شيء بنشوفه على السوشيال ميديا نجربه على بشرتنا ما في داعي ابدا نجرب هيدا الهاك لانه ابدا ما حبيته ثانك يو